ازيكم؟ النهاردة جايلكم بنصيحة خطيرة لأي بنت يعني كده زي بتحب اللبس والفاشن والاكسسوارات والكلام ده. اوعي اوعي تشتري نظارة علشان خاطر شكلها الواو والحاجات اللي عليها دي الخطيرة، ماشي، وبراندها الواو وسعرها الأوأو وتكون زي كده. انا النضاره دي يعني هي لبسها ليا 5 دقايق، جابت لي صداع جيوب انفيه هيفرتك دماغي هيفرتك دماغي، وانا المفروض اصلحها شغل. وحتى بسبب مخدتها، استنى اوريها لكم، بسبب مخدتها شايفه المخدد، مش عارفه احطها على شعري، الم حتى استخدمها حتى كطوق، مش عارفه. تمام، فايه اوعوا حبايبي تتغشوا بالمنظر، وهي شكلها تحفه، يعني هي بتاعت بس تصوير، يعني انا بعد عارفين انا هعملها ايه، انا هحطها ديكور، عارفين الشبشب بيتحط في العربيه ده عشان حسد، انا هحطها مكانه عقابا ليها عشان اسحلها زي ما صدعتني وهتفرتك دماغي دلوقتي كده. فبكده نبقى استفدنا ان تركزوا في النضاره تكون خفيفه جدا. انا بدل ما انا حاسه ان انا لابسه سيخ حديد على مناخيري، ماشي، وعلى راسي، لا، يفضل انها تبقى خفيفه، يفضل بلاش المخادد دي في نظارات الشمس، يعني بتتعب جدا. خليكي في هي منها فيها دي بتبقى اخف، وطبعا كل ما تبقى فيها الحاجات دي كل ما بتبقى تقيله ويعني بتبقى رهيبه. بصوا شايفين الحسره اللي انا فيها؟ يلا معلش.